يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثر في الآونة الأخيرة أن بعض النساء يذهبن للجوامع التي يصلى فيها على الجنائز، وذلك لقصد تعزية أهل الميت والصلاة على الجنازة، فهل يباح للمرأة أن تفعل هذا الأمر؟ والله توسع خروج النساء من بيوتهن، صار ما يقرن في بيوتهن، إما في الأسواق ولا يروحن للمحاضرات، وحتى بدن يفتحن فصول في المساجد ويدرسن في المساجد ويلقي المحاضرات في المساجد على النساء. ما ينبغي التوسع في هذا وتعويد المرأة على الخروج عدم القرار في البيت. والله جل وعلا قال وقرنا في بيوتكن، واللي تبي تدرس أخواتها وتعلم في بيتها أو في مكان خاص للنساء. أما الكثرة للخروج، كثرة خروج النساء ولا تقر في البيوت، هذا له عواقب وخيمة، له عواقب وخيمة جدا. أما خروجها للصلاة سواء صلاة الفريضة أو صلاة تراويح أو صلاة الكسوف، صلاة العيدين أو الصلاة على الجنازة، فهذا لا بأس به، لكن تكون منعزلة عن الرجال، تكون منعزلة عن الرجال، تكون متحجبة ومتسترة. أما العزاء فلا داعي أنها تخرج للعزاء، تأخذ الجوال أو التلفون وتكلم تعزيهم. نعم.